فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله: يوجد في الصيدليات واق يوضع فيه الذكر ثم يجامع زوجته لكي يمنع الحمل، يقول: هل إذا أولج ذكره مع وجود هذا الواق هل يجب عليه الاغتسال؟ هذا أجبنا عنه، قلنا إذا أنزل يجب عليه الاغتسال، إذا أنزل سواء بالواقي أو غير الواقي أو بالجماع أو غير الجماع، إذا أنزل بلذة وجب عليه الاغتسال. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.